استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية ظهر اليوم بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال قوة دفاع البحرين من مجموعة قوة الواجب الخاصة، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيق. حضر الاستقبال العميد الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة.